يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب وأدرس هنا في الرياض. نعم. يقول: أنا طالب أدرس هنا في الرياض وأسافر إلى أهلي كل أسبوعين وبعض المرات كل أسبوع، فهل أقصر الصلاة أم أتمها كاملة إذا كنت في الرياض؟ نعم، إذا أقمت إقامة تزيد على 4 أيام فإنك تتم الصلاة لأنك أصبحت مقيما، فإقامتك بالرياض للدراسة هذه إقامة طويلة فيلزمك إتمام الصلاة. نعم. يقول فضيلة وكذلك عند أهلك، إذا ذهبت لأهلك تريد الرجوع للرياض ما تتم الصلاة في بلدك ولو صلاة واحدة، ما تقصرها في بلدك ولو صلاة واحدة، بل تتمها. نعم.